على هامش إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب في دورتها 15، احتفلت أسرة الكاتب والشاعر الكردي الراحل سالار معروف بحضور جمع من الأدباء والمثقفين بطرح كتابه بعنوان 25. يشار إلى أن الشاعر معروف توفي العام الماضي تاركا وراءه عددا من الكتب والمؤلفات الشعرية التي حظيت باهتمام النقاد والمثقفين في كردستان. ما وجدناه اليوم من هذه الكوكبة من المثقفين الذين أتوا من بغداد ومن خارج العراق للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية لهو دليل قاطع على عودة بريق الثقافة والمطبوع من جديد، وهذه العناوين المهمة وهذه الجرأة من قبل دور النشر. وكذلك وجدنا هذه المجموعة الشعرية ومجاميع شعرية أخرى تحظى بقبول وتحظى بمتابعة جيل الشباب، وهذا دليل عافية. الكتاب هو عبارة عن تجميع للخواطر والنثر والشعر اللي كتبه خلال فترة إنه كان يعاني من مرض، فهذا نتاج المشاعر اللي كان يعاني منها والمشاعر اللي كانت تخالج صدره، فارتئيت إنه أجمع الهية وأقوم بتجميع كل هاي الكتابات وصير ككتاب يبقى لك ذكرى، لأنه كان كل شيء يقدس الكلمة ويقدس الأمور الوجدانية ويقدس المشاعر. فهذه الخلاصة، خلاصة الأفكار، خلاصة المشاعر اللي كان عنده.